السلام عليكم ورحمة الله، بكم أعزائي المتابعين في قناة إمام تيك. اليوم ويانا مراجعة لجهاز اللي نزل واشتهر بتصوير فلوك، اللي هو أبو عيون الهونر 70. هذا هو الهونر 70. بداية خلينا نشوف تصميم الجهاز. الجهاز تصميمه كلش حلو، كاميرات تلطف الانطباع كلش حلو، يا ظهر ميتاليك وسمك نحيف، والجهاز تايب سي، الشحن تايب سي، وسماعات ومنفذ سماعات تايب سي ايضا، وكاميرا وسطية، البصمة الثانية تكون بالشاشة. نبدأ بمواصفات الجهاز. الجهاز جانا ابعاد، نبدأ بالبداية بالابعاد. الجهاز ابعاده الطول 161.4 مليمتر، وعرض الجهاز هو 73.3 مليمتر، وسمك الجهاز 7.9 مليمتر. الجهاز اعتيادي دبل سيم. الجهاز وزنه 178 غرام. شاشة الجهاز هي من نوع الأوليد 1 بليون كلر، تردد 120 هيرتز. حجم الشاشة هو 6.67 انش. الشاشة تمثل 90.8% بالنسبة للبودي، والرزوليشن مال الشاشة هو 1080x2400 بكسل بكثافة 395 بي بي اي، اللي هي الباسكال بير انش. الجهاز جانب نظام تشغيل اندرويد 12، واجهة الماجيك يو اي 6، ونظام تشغيل اندرويد 12. الجهاز طبعا النسخة اللي اجت للشرق الاوسط هي 256 جيجا بايت الذاكرة، ورام 8 جيجا، 256 جيجا بايت ورام 8 جيجا بايت، وطبعا اعتياد ويا توربو رام. المعالج الجهاز هو من كوالكوم سناب دراجون 778 جي بلس ال 5G طبعا بمعماري 6 نانومتر، والمعالج الرسومي هو الادرينو 642 ال. كاميرات الجهاز، الكاميرات بالاضافه للتصميم الحلو اجتني كاميرات قويه ايضا، اساسيه هي 54 ميجا بكسل اللي هي كاميرا الوايد، والكاميرا الثانية اللي هي الالترا وايد 50 ميجا بكسل، وكاميرا الديبث اللي هي 2 ميجا بكسل، وطبعا اعتيادي دول ليد فلاش. هذا دول ليد فلاش، فلاشات دول، واعتيادي يصور لي اعتيادي 4K. هسه نشوف التصوير مالته، شوف التصوير مالته الجهاز، ايش قد راح اقرب الصورة عندي تبقى واضحة. الكاميرا الأمامية طبعا 32 ميجا بكسل، السلاسة الجهاز الاستعمال ماله كلش سلس. منفذ الشحن هو تايب سي، والرسمة تكون على الشاشة مدمجة بالشاشة هذا مكانها، والبطارية هي 4800 ملي ام غير قابلة للإتصال اعتيادي. الشاحن اللي جوا الجهاز هو 66 واط، يشحن لي لحد 6% ب20 دقيقة. هذه أبرز المواصفات الأساسية لهذا الجهاز. طبعا طبعا بالتوربو رام اللي هو 2 جيجا بايت، هاي مثل ما تشوفون هنا فاكت بشكل عشوائي، هو 8 جيجا بايت زائد 2 جيجا بايت هو توربو رام. زين راح يصير عندك يعني بالمحصلة 10 جيجا بايت. سعر الجهاز بالأسواق العراقية بالحجز المسبق 432 دولار. طبعا كأداء كلش حلو، الشاشة تكون كيرف لأن هي أوليد طبعا،
يعني جهاز يستحق الاقتناء بصراحة. جهاز حلو سلس بالاستعمال، هاي كمواصفات ابتدائية لهذا الجهاز كمواصفات أولية. إن شاء الله إذا صار أكو فرصة إنه نسوي تجربة للأداء هذا الجهاز بالقريب العاجل نطرحه إن شاء الله بالقناة. أشكر متابعتكم.